يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية. يمكن حقيقي الموقف اللي حصل بين بوتين الرئيس الروسي ومع أردوغان رسالة كانت واضحة، رسائل بوتين لتركيا وأردوغان كانت واضحة في الزيارة الأخيرة لأردوغان في موسكو اللي جات بناء على طلب تركيا بعد الهزائم المريرة للجيش التركي على يد الجيش العربي السوري في إدلب وسقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش التركي وأتباعه من الجماعات الإرهابية، بالإضافة لخسائر فادحة في المعدات، وأملت روسيا شروطها على الجانب التركي اللي قبل بها كاملة. الطريف إن في قناة روسية سربت فيديو للرئيس التركي والوفد المرافق ليه وعملية وهو داخل يقابل الرئيس بوتين، عملية تفتيش دقيقة. كمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابه بره باب اوضه الاجتماعات واقف زي ما انتم شايفين قدامكم، واقف لمده دقيقتين، وحقيقي في وضع مهين للرئيس التركي، واقف حتى باين على وشه اهو، اجراءات تفتيش صارمه، حتى اللي جنبه بيبص في الساعه وواقفين وقاعدين منتظرين يخشوا. طبعا يعني اعتقد وشوش ووجوه الوفد المرافق وهو نفسه حتى تحس ان هو الضغط عنده اترفع، يعني بص القلق والتوتر، ويعني وقاعدين بصوا ازاي كان يعني موظف داخل على مش رئيسه المباشر، رئيس رئيسه يعني او كده. طبعا ده شيء غير منطقي يعني هو ده، ولكن الرئيس الروسي بيعامل اردوغان بالشكل اللي هو شايفه ان هو يليق بيه. طبعا تفتيش الشنط بتتفتش والدنيا بتفتش والورق بيتفتش والملفات بتتفتش وكل حاجه، يعني اخر قله قيمه وبهدله اخر. وطبعا هو رجب طيب اردوغان قال لك القعده هتطول ولا ايه، شايفين الشنط بتتفتح وبتتفتش بتفتيش دقيق. في الاخر اردوغان يعمل ايه، تعب من الوقفه، حس ان هي هتطول، طبعا مبوز تمام، راح لك دور على اقرب كنبه وقعد عليها اهو وخلاص بقى تعب بقى راجع وقعد في محبط احباط. هو عارف اللي بيتعمل معاه وعارف المقصود ايه بالحركه دي وعارف الرئيس بوتين بيعمل كده ليه، منتهى الاذلال، منتهى يعني يقول له ما تنساش نفسك. اول اخر بقى فتح الباب اهو تمام ودخل، اهلا وسهلا وسلم عليهم. هو واضح الرئيس طبعا كان قاعد جوه وقعد في اجتماعاته والكلام ده كله. هو ده دي يعني انا عايز بس حد كده يقارن ما بين استقبال الرئيس الروسي بوتين للرئيس عبد الفتاح السيسي لو بيزور روسيا، كميه الحفاوه وكميه الموده والاحترام والتقدير ويعني قارنه. هو ده بس اللي احنا عايزين نقوله.